بوري الثرى بمربع الشهداء بمقبرة العالية بالعاصمة، جثمان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة المرحوم علي كافي الذي وافته المنية عن عمر يناهز 85 سنة. لحظات تأثر بالغ شهدتها مقبرة العالية، خاصة عند دخول جثمان الفقيد إلى مربع الشهداء محملا على أكتاف عناصر من الجيش الوطني الشعبي. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وفي كلمة تأبينية ذكر وزير المجاهدين بخصال الفقيد ومساره النضالي، سواء إبان الثورة التحريرية أو بعد الاستقلال. تفقد الجزائر ويخسر الوطن في هذا اليوم واحداً من الوجوه البارزة ومن الرجال الذين فرضوا التميز والقدرة على حمل الراية والانتصار للوطن في كل مراحل حياتهم وفي كل المسؤوليات والمهام التي اضطلعوا بها حيث كان وفي جميع ميادين الكفاح الفسيحة والمتنوعة التي خاضها. شرفت ان هو اللي عينني سفير في مالي، هو اللي عيني في الحكومه تاع سريده مالك كاتب دوله، باش نقول لك يعني تعاشت معاه من القرابه. لا يبقى هذا موقف، يبقى صوره زعيم وصوره انسان شجاع بالشجاعه اللي طلع بها بشبابه للجبال لتحرير الجزائر، نفس الشجاعه في سن ربما 60 ولا أكثر من 60 عندما وقف باش بقات لنا بلاد. الله يرحمه. في هذا اليوم الحزين نودع أخا وصديقا لعب دورا في تاريخ الجزائر الحديث، ربما في كل مراحله، بحيث قاد البلاد في مرحلة صعبة من المراحل التي اجتازتها الجزائر في التسعينيات، فرحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه. كان إنسان ذكي، أبي مجاهد مناضل لا يقبل الظلم.